ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ درس النهاردة تكملة برضو للمستقبل بس مع استخدام المضارع التام. ايه ده، هو في مضارع تام؟ والنبي يا اخويا، ده تلات حاجات كتير اوي المستقبل ده، عشان نكون خلصناه كامل متكامل واديتك كل المعلومات عنه، ومش هطول عليك في المقدمة. ويلا نبدأ. اول حاجة بقى كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف التكوين بتاعه ايه. قال لك المستقبل اللي هو التام بمعنى اصح، تشوفوا كده، المستقبل التام. ايه ده، هو في مستقبل تام؟ تعال نشوف الاول التكوين بتاعه ايه. بيتكون من will زائد have زائد البي بي. اوبا 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 اوبا، يعني بجد في حاجه اسمها المستقبل التام. والنبي يا اخويا، طلع معناها ده، معناها بقى بيكون عملت، يعني انت لو دخلت عليا هكون عملت الحاجه دي. طيب، والقلنا بتاخد هنا ايه؟ عشان الناس اللي ما شافتش الحلقات قبل كده، قلنا هنا بتاخد كل الضمائر، هنا اي وي يو ذي اي، كله 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 كله، شي هي ات، يبقى كل الضمائر بتاخد ويل عادي. وهاف والتصريف التالت، ايه يا بنتي التصريف التالت ده؟ اللي هو بيكون العمود التالت للفعل. الفعل بيكون ليه فعل ثابت زي بلاي، الماضي بتاعه يبقى بلايد. المضارع اللي هو بقى ده، المضارع التام ده اللي هو الهاف، بيحب بقى اللي هو النقطة التالتة دي، اللي هي بتبقى التصريف التالت للفعل. عمود اول، عمود تاني للماضي، عمود تالت اللي هو التصريف التالت للفعل. ويلا نكون الجمل. احنا قلنا التكوين بتاعه خلاص، فتعالى نكون اول جملة كده. مثلا هنقول هنا اول واحدة، عايزة اقول مثلا انا خلاص زرت عمتي، زرتها الولاية دي وخلاص بقى. مثلا اول اللي هو انا خلصت واجبي، هقول I will have done my homework. معناه هنا خلصت، عملت، تمام. طب ماشي، عايز اقول she will have eaten fish. She will have eaten fish معناها اللي هي خلاص كلت السمك. طيب نقول مثلا جملة تالتة، I will have gone my mom. مثلا I will have gone my mom، يعني خلاص انا ذهبت لمامتي. عايزة اقول مثلا جملة رابعة، نقول ايه مثلا؟ I will have stolen a bank. I will have stolen a bank معناها اللي انا خلاص سرقت البنك. بصوا يا جماعة، انا كلبوبة فلوس، بحب الفلوس قوي والكتمة الناس. يعني كده الجمل اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة، دي انت جملة خمسة، دي انت جملة خمسة. I will have I will have، ممكن نقول مثلا driving a car. يا رب يا اخويا يسمع مني. I will have driving a car معناها اللي انا خلاص سقط العربية. معنى كده الاختصار بتاع الدرس النهاردة اللي will بتيجي معاه have وبتيجي معاه التصريف التالت، معناه اللي انا خلصت. طيب will زائد المصدر معناه لسه هعمل الحاجة ان شاء الله، وميبي ممكن وممكن لا، ما لهاش اكيد، اللي هو الست حاجات اللي انا اديتها لكم، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. وكده درسنا النهاردة خلص. لو عجبكم الدرس بتاعي وبطريقتي المبسطة واللذيذة، واللي انا بحاول ان انا انطق بطريقة عامية قوي عشان اللي قدامي لو سواء اطفال او ناس كبار لسه بتتعلم يقدروا يفهموا، فدرس النهاردة خلص. يا ريت تعملوا لي متابعة واشتراك، واستنوا الفيديوهات الجاية.